نتوجه بمحطتنا التالية يمكن لمشاكل كتير بيعانوا منها الأمهات بالتربية زينب، وخصوصا هلأ صار في كتير مشاكل عم بتواجه الأم بالتربية. عدد كبير طبعا من المعلومات رح نتعرف عليها، طرق التعامل للأمهات مع المشاكل، كيف تحللها وكيف طبعا تطلع بنتيجة جيدة لتنشئة أطفالها. كل هالمعلومات رح تطلعنا عليها ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك رندا. صباح. يعني اليوم عم نحكي مو بس عن الأطفال، عم نحكي عن دعم الأمهات اجتماعيا، خاصة عم نشوف كتير أنه في أمهات ما كتير بيقلون بال أو بيعرفوا يتعاملوا مع أطفالهم، فخبرينا شو هالمصطلح اللي هو دعم الأمهات الاجتماعية. هلأ نحن خصوصي هلأ بهاي الفترة عم بيطلع عنا كتير مشاكل عند الأطفال، وعم بيطلع في عنا كتير إعاقات عم تكون واضحة سواء جسدية حركية، وإعاقات عم تكون خفية تكون مالها ظاهرة، بيبين الطفل كتير طبيعي ما في عنده أي مشاكل. ولكن على المحك على لما بلش نقارنه مع باقي الأطفال او مع باقي اخواته، فمنلاقي انه في عنا مشاكل، او هون بتصير الام عندها مثل صدمه، ما بتقعد بتقدر تتقبل هي الفكره انه طفله عنده احتياج معين او عنده اعاقه معينه. هون نحن بنكون بتبلش الدور المحيط اللي موجود حوالين الام لحتى تقدر ندعمها اولا، وبعد لحتى تقدر هي تدعم طفلها، خصوصي اذا كانت عمر الطفل صغير، فنحن بيكون تركيز دعمنا الاكبر على الام لحتى هي تكون السند الاساسي لطفلها لا يقدر يتكيف ويتعايش مع اعاقته، او يقدر يتطور ليقدر يحلها. فهون هالمقصود انه انا كيف فيني ادعم ذوي الاحتياج، بدعمهم سواء اجتماعيا سواء نفسيا. احيانا بيكون في اعاقات بدها دعم مادي، لازم نحن ندعم الاهل ماديا، بيكونوا مرهقين لدرجه انه حتى الموضوع النفسي بيصيروا هن ضعاف، بيكون كله مرتبط مع بعضه. فهي دائره كامله نحن بنحاول اجتماعيا كمحيط نسد الثغرات اللي بنقدر نحن نقوم فيها لحتى ندعم الام او الاب او حتى الاخوه. نعم. طيب رندا، اذا حكينا على الاسر نفسها، يعني اليوم في اسر مختلفه وتعيش ظروف ايضا مختلفه، حتى البيئه المحيطه فيها بيكون ما انا متوازيه بنفس الشكل. شو هي اكثر انواع الاسر اللي بحاجه لهذا الدعم المجتمعي؟ هلا دائما في مراحل لتلقي الصدمه وكيف اقدر اتعايش معها لوصل لمرحله اني انا اتكيف واقدر حلها. هون نختلف كلياتنا كبشر بردود أفعالنا، وحسب بنيتنا النفسية، وحسب الصحة اللي منتمتع فيها، وحسب المحيط الداعم لنا. لهيك لما بتجي كأم تتلقى الصدمة أول شيء فيها، حيكون عندها فترة نكران، إنه هي حترفض، إنه لا، حكتير بيراجعنا أمهات، لا أنا ابني ما في شيء، ولو كان الاحتياج على مثال إنه يكون مثلا فرط حركة، فهو مثلا حركته بتأثر على تعليمه، بتأثر على علاقاته الاجتماعية، بصير ممكن يكون في طفل كتير اندفاعي. هدول كتير مشاكل واحتياجات كتير خفية ما بتظهر، بيقولوا ما شاء الله نشيط، حبيبي طالع لأبوه مثلا. هاي المفردات بتكون هي آلية نكران للأم، وأنا عم بحكي على احتياجات هي كتير خفية وكتير بسيطة، ما بتكون ظاهرة وواضحة، ما حكينا لسه على الإعاقات الجسدية أو الإعاقات الكبيرة. لهيك فهي بعد ما بتكون في عم بتمر بمرحلة نكران، ببلش بقى بعد ما تبلش تتقبل أو خلص ترضخ للأمر الواقع، منلاقي نوع من الأمهات ممكن يكون في عندها اكتئاب، انسحاب، بتصير بتحسي أنه هي غير قادرة أنها تتكفل بابنها، بنقول عليها غير مبالية، هي تماما هي عم تحاول تلغي وجود المشكلة اللي هي صادمتها، أو بتلاقي بتصير عصبية عدوانية، انفعالها دائما مو مضبوط. هون نحن بنتوجه للطفل أنه نحاول نعلمها تستخدم مفردات مختلفة لتستخدمها مع ابنها.
دائما الشكوى بتكون من اغلب الامهات، نوع من انواع الامهات، انه طول ما قعد حدا مثلا انا بدي اروح ادعمها بانه اسالها او مثلا ادعمها بشي موضوع معين، فتلاقيها قدام ابنها عم تحكي انه عطل لي حياتي، ما عم نقدر نعمل نشاطاتنا كعائلة، بس لو هو ما عنده هالمشكلة كنا نحن قدرنا نعمل. فتماما، فهذا الوضع النفسي بيعمل شرخ بين الأم وبين الطفل بدون ما تحس وهي مو قصدها. فنحن دائما الدعم الاجتماعي بيكون لنعلم الأم كيف تستخدم مفردات، كيف تتعلم تعامل ابنها بتعطيل بدائل، إذا عنده مثلا ما بيقدر يمشي ولكن بيقدر يستخدم إيديه، فيها تعلمه يكون شخص كتير فعال، ممكن تعلمه موهبة، طفل عنده حركة زايدة ممكن كتير حطه بنشاط رياضي يبدع فيه. هاي الموضوع اللي نحن بدنا ننقل مراحل الصدمة لنوصل للتكيف بدها كتير دعم، بدها كتير نحط الأم حتى بأنشطة ترفيهية لحتى ما تحس حالها أنه خلص هي تعطلت حياتها فقط لحتى تأمن لابنها مستلزماته أو مستلزمات احتياجه. فأنا بهذا المفصل البسيط لما بعطي الأم لا أنت عندك مساحة لك خاصة، ونحن ممكن أحياناً بيكون الدعم كتير بسيط أنه نوجد شخص قريب عليها ثقة أنه معلي أنا رح انتبه عليه، فيك أنت مثلاً تروحي نشاط أو تمشي شوي وترجعي. بأشياء كتير بسيطة نحن بنعطي كتير دعم كبير للأم وللأب. نعم رندا، يعني خلينا نحكي كمان على الأخطاء الشائعة اللي بتلاحظيها عن بعض الأمهات بالتعامل مع أطفالهم، وخاصة الأم العاملة، لأنه بيكون عندها هذا الوقت الكافي لتعرف طفلها شو مشاكله، شو ساوى بيومه، عم تحكي معه، عم تسمعه، فخبرينا عنه. هلا الاخطاء اللي نحن كثير بنشوفها وهي اللي كثير واضحه انه احيانا بيكون الطفل ما عنده مشاكل اساسا، ولكن مثل ما ذكرتي انشغال الام او عدم تنظيمها، انا بقول لهم لو الطفل ما في مشاكل ولو في احتياج ولو شو ما كان الوضع، ولو كنت شخص بيشتغل او لا متفرغه تماما، لازم يكون في تنظيم. ولو كنت متفرغه وبس لابنك سواء عنده احتياج ولا لا، لازم يكون عندك تنظيم لوقتك، يكون في شيء خاص فيكي لحتى ما يطلع الطفل اعتمادي واتكالي وانا اخلق له احتياج هو ما عنده اياه. نحن احيانا كثير بنشوف طفل نحن بنزرع له اعاقه وبنزرع له احتياج وهو بيكون كثير شخص جيد وكامل ما في شيء. لهيك من الاخطاء اللي كثير شائعه وبشوفها هي الصغيره، هي عدم تنظيم وقت الام. كانت عاملة أو بتشتغل، أوكي تنظم وقتها، بتحط نشاط لابنها منفصل عنا ولو كان عنده احتياج، تحاول تعطيه نشاط على قد إمكانياته منفصل عنا لحتى يقدر يكون معتمد على نفسه، تكون ثقته بنفسه بالدرجة المطلوبة ليقدر يتجاوز المشكلة اللي عنده والاحتياج اللي عنده. هاي أكتر خطأ شائع أنا بشوفه، إلى جانب اللي ذكرناه طريقة استخدام المفردات، إلى جانب تمييز الإخوة بينات بعضها تماما، حتى مثلا بيكونوا عم بيحضروا عاملين نشاط عائلي وعلى اساس انه هنن كثير عاملين شيء اجتماعي لطيف، ممكن يطلع طفل فيقارنوا ابنه فيه انه شوف هو قدر يعمل انت ما بتقدر تعمل هذا الشيء. وتكون هي ما راعت ابدا لا مشاعره لا راعت المقارنه، لانه انت بهي المقارنه بقول لها انت عم تقارني حتى اهله للطفل اللي عمل هذا الانجاز فيكي، لانه انت ما قدرتي تدعميه بالدرجه الكافيه سواء هي او الاب او الاخوه. فهدول أكثر أخطاء الشائعة اللي نحن منواجهها مع الأمهات، اللي دائما منسلط الضوء عليها تستخدم مفردات، تستخدم حتى حركات تعبير وش، مقارنات، هي كلها أشياء كتير شائعة. أكيد كمان رندا، يعني بنلاحظ أنه بعض السيدات اللي هن ممكن بيشتغلوا بيكون في عندهم مربيات، بيحطوا أطفالهم مع مربيات لأوقات معينة وبعمر معين، طبعا بيدخلوهم للحضانات اللي بتستقبل أعمار معينة، وبعدها بتقلك أنا المساء مثلا عم أقضي ساعتين مع الطفل، شو ممكن أعمل أكثر من هيك؟ كيف ممكن ساعده أكثر من هيك؟ هون ترتيب الأولويات، حتى لو كان الوقت اللي هي عم تقدر تلتقي فيه بطفلة هو وقت قليل، ولكن هل هي قادرة هون إنها هي تعرف تستنبط المشاكل تتعامل معه؟
هلأ هون أنا كتير بشوف أسر عندهم حدا بيساعدهم، سواء شخص التيتا الخالة أو ممكن مربية مختصة بالموضوع، أو شخص عادي ممكن يكون هو بيساعدها بموضوع الطفل. هون أنا بقول لهم هذا نرجع لموضوع خصوصي إذا كان اللي عم بيدير باله على الطفل هو من الأسرة، التيتا أو الخالة أو العمة. فنحن هون أنا كتير بركز على موضوع تعدد السلطة، أنه ما يكون في تعدد سلطة، يكون في قرار واحد ثابت بالبيت، لحتى أنا ولو الطفل عنده احتياج لازم يكون اللأ لأ والإيه الكل يكونوا مشتركين بهي النقطة. تماما. والافضل لما بيكون في احيانا بيكون في تصارع اجيال، تكون التيتا بتسمح الام مثلا بترفض، بيكون في هالنزاعات البسيطه تكون بعيدا عن الطفل، لحتى الطفل الخصوصي اللي عنده احتياج بيكون كثير شاطر وذكي لانه يلقط هاي الثغرات ويعرف يستغلها ليريح حاله. فنحن بنقول لهم دائما اعملوا مثل ولو اجتماع بسيط، انه نحن وقت بده يمسك، ده اكثر شيء شائع، انه بده يمسك الايباد نحن كلنا حنعطيه بس ساعه مثلا خلال النهار، ويعمل شيء بيناتهم بهي الساعه، ما يكون ساعه متواصله، يكون الكل على نفس القرار، مو حدا يخبي وحدا يعطي، هذا اللي بنشوفه كثير. الموضوع الثاني انه لما بيكون مثلا في مربيه او بيكون الـ هي المشرفه على تربيته، كثير مهم انا اكون عرفانه مختاره مين هذا الشخص اللي بده ينتبه على ابني بغيابي، شو العادات اللي عم بيعلمه اياها، شو الـ كيف عم بيقضي وقته هو وياه. دائما انا بقول لهم هي بتكون اكثر للاب من الام، انه مو بالضروره المده الوقت اللي بقضيها مع ابني، هي نوعيتها هي الافضل. احيانا 10 دقائق كفيله جدا، لما انا بحط ابني وبقول له انا اليوم صار معي هذا الموقف وهيك تصرفت، شو رايك كان عندك احتمال ثاني، اعطيته اشياء، علمته اولا كيف هو يرجع يحكي لي شو صار معه، إذا واجه مشكلة مشابهة كيف ممكن يحلها، وعطيته خطوة أساسية بسيطة لينمزج أو يتعلم مني كيف يحل مشاكله المستقبلية. فأنا بركز على طريقة هذا الوقت، أنا أحسن ما أقعد أنا وياه أتركه هو بموبايله مثلا، أنا بموبايلي لأنه مثلا هو ما بيقدر يتحرك، لا بقعد قريبة منه وأنا وياه بموبايلي منشوف شيء مشترك، بعدين منلون أنا وياه مثلا، بعدين ممكن نحكي بموضوع، ممكن في ألعاب دائما أنا بذكرها أنه مثلا عطيني كذا معنى لهي الكلمة، هذا كله بينشط الدماغ وبيحركه وبيعطي شعور بالإنجاز للطفل، وبيعطي أنه أي فعلا أنا إلي كياني وأنا فعلا عم بقضي وقت ولو بسيط مع أهلي، ولكن هو فعال وبيعمل هذا الكونتاكت اللطيف بين الأهل والطفل. يعني رندا، كثير من الأمهات مثل ما قلتي المفروض ينظموا وقتهم، يهتموا بنوعية الوقت مع طفلهم ويكونوا أقرب للطفل أنه يسمعوا ويعتبروه مثل الصديق الصغير لهم. نحن بنشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله كل الأمهات يكونوا استفادوا منها. شكراً ألفون. شكراً لك رندا، شكراً لوجودك معنا. شكراً لك.